منذ تولي الزعيم الشاب مسؤولية حكم كوريا الشمالية أثار الرأي العام العالمي مرات عديدة، وتولت الأخبار عن إعدامه بعض أفراد أسرته لأدفع الأسباب بحثاً عن الطاعة العمياء. ازدادت شهرته باختباراته النووية والعسكرية التي هدد بها دول العالم الأول، خاصة أمريكا التي هددها بحرب نووية أخافت الجميع لسنوات. فأصبح العدو الأول للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مع ازدياد لهجة التهديد بينهم. كشفت تقارير أمريكية عن خضوع زعيم كوريا الشمالية لعملية جراحية في القلب، وقال محللون إن حالته الصحية تدهورت ويجب البحث عن بديل. أكثر الآراء أجمعت على شخصية واحدة لتحل محله، كيم يو يونغ، الأخت الصغرى للزعيم وصاحبة أكثر التواريخ غموضاً للعامة. شابة أنيقة ظهرت بجانب أخيها في العديد من المناسبات، ابنة الزعيم السابق من راقصة يابانية سابقة تدعى كو يونغ هوي، نشأت في بيئة محافظة ثم تعلمت في سويسرا بعيداً عن الأعين. زاملت أخاها في الدراسة ودرست اللغة الألمانية وعلوم الكمبيوتر تحت العديد من الأسماء المستعارة. أنهت دراستها في سويسرا وعادت لتتخرج من جامعة عسكرية تحمل اسم جدها بكوريا الشمالية. بدأت مشوارها السياسي لدى عودتها لبيونغ يانغ بتعيينها رئيسة لدعاية الحزب الشيوعي الحاكم. تدرجت في المناصب حتى صارت المستشارة الأقرب للزعيم. كثرت الشائعات عنها، فقيل إنها تزوجت عام 2015 من الابن الثاني لنائب مارشال في الجيش، وبأنها كانت حاملاً وتنتظر ولادة طفلها، وأن والد الطفل غير معروف. نفت السلطات تلك الأخبار من خلال ظهورها المتكرر ومواصلة عملها الذي يقربها من سدة الحكم. تشير تقارير إلى أنها حين زاملت أخها بسويسرا عام 2000 كانت أكثر تحفظاً وجدية منها، وتتمتع بشخصية غامضة وهادئة وبابتسامة تلازمها يصعب معها التكهن بمستقبل الدولة. اشتهرت بعد تمثيل دولتها في دورة الألعاب الأولمبية عام 2018 بكوريا الجنوبية، وظهرت في صور اجتماعات القمة بين الكوريتين وأمريكا ضمن مباحثات الصلح الأخيرة. شاركنا برأيك، هل ينتهي العالم بضربة نووية على يد امرأة؟